نعم يعني وبنفت... دائما وابدا. بنفتخر فيك يا دكتور والله، بنفتخر فيك جميعا. خليك يا رب الله يطول يرضى عمرك. عليك. انا حتى يعني خدمت انا في العيس في كليه الطفيله، اول ما بلشت في الحياه الاكاديميه نعم خدمت في كليه الطفيله في العيس، وحتى التقيت عده يعني ناس كبار العمر في الطفيله، وكانوا يروا كيف رحمه الوالد اجى على الطفيله ودرس في الطفيله، ويعني والناس ما بتنسى ان المعلمين القدامى، نعم نعم وعندنا كثير معلمين ما شاء الله نعم عندهم نعم طيب مثل حسني فريد دكتور بارك الله فيك. دكتور طارق يعني أنا بدي أشكرك على اتصالك، وأقول يعني صادف قبل يومين اليوم العالمي للمعلم، فبهذه المناسبة من البرنامج وأيضا من الحجي ولكل الناس المحترمين متوجه بالتحية لكل المعلمين العرب وغير العرب، لأنه المعلم هو الشمعة اللي بتنير الطريق إن شاء الله دائما يا ربي بيكون في ميزان حسناتهم. أعود لك يا حجي الدكتور اللي جاكم من لبنان، الله وفق واخذ باليد ونجحت بالامتحان نجحنا بالفحص الطبي. نعم نعم نجحنا بالفحص الطبي، نزلونا على الغور عشوني. نعم كان قائد المدرسة يعني للتدريب ودوكو للتدريب، قائد المدرسة عبد الله التل ومساعد وحابس المجالي. فالمدرب تبعنا اسمه عيسى شركسي، عيسى سالم، عيسى محمد، والمساعد تبعه اسمه ضيف الله من وادي موسى. ما شاء الله. ضيف الله موسى من وادي موسى. فكانت فئتنا هذول الاثنين يحطوا شاويش وعريف يدرب. فأنا وأحمد سلامي الشروش من بلدي صرنا مع عيسى ومع ضيف الله. دربونا تدريب قوي جدا، يعني تدريب لياقة بدنية، لياقة بدنية، ركاب مسافة طويلة، تدريب. شو بدك بالتدريب؟ قعدنا بالتدريب 3 أشهر. بعد التدريب قالوا المدرسة خلصت، قالوا خلصت بدنا نوزعهم. قالوا يا عمي في جراد مشتاح الأردن ومبيض بوادي استرحان. وين؟ بوادي استرحان. بدنا ناخذ هذول الجماعة حوالي 400 500 قاتلوا. والله كان نصيبنا هناك، حملونا بهالسيارات وصرنا نجيب الخالة من المرشرش، هسه اسمها إيلات. المرشرش كان البواخر من إيلات هناك، خالة مسمومة، نروح نرش قدام الجراد تكافحوا، الجراد يطلع الصبح لونه أسود، يأكل من الخالة يموت، كله يموت، تظلوا بمحله، كلهم نظل محله. خلصنا القتال شهر وشوي، بعدين رجعنا على التوزيع، وزعونا. كان نصيبنا احنا أول مرة في غزة منطقة البيارات، ودونا هناك على قائد سري، كان قائد سرينا عبد الحليم الساكت. نعم. ومساعده مشهور مشهور شاهر المحيسن، شاهر. نعم. المحيسن. نعم. وحطونا هناك، صرنا نطلع وظائف ونتدرب وشي، ونطلع حرس في الليل مستودعات مليانة. على غزة؟ في غزة في البيارات. طب بدي اسالك، كاني يعني كنتوا تطولوا حتى تروحوا على اهلك، وكانه قاعده يعني انا شو بدك اهلنا؟ ما في اهلنا، فيش 36 شهر انا ما روحت مطلقا ولا طلع لي اجازه. يعني هاي العسكريه 36 شهر ما في اجازه. طب يعني صبرت فعلا 36 شهر وما روحت؟ وين اروح؟ ما في اروح، ما ممنوع. طلبت اجازه بعد 36 شهر، قالوا في اقدم منك واحد اسمه نصر سلامي من يدون. قالوا هذا قدم منك بشهر، بده يروح قبلك روح. وبعدين يعني 36 يوم، 36 شهر، 36 شهر، 3 سنين، 3 سنين روحت على ما روحت. هذه العسكرية، هذا مصنع الرجال، هذه العسكرية. اليوم الولد بغيب السبب بقول يا غرب، بصير يصيح، بصير أمه تصيح وراه. فيا سيد العزيز قعدنا في هناك بتذكر 3 4 أشهر، يوم منهم بقولوا في عسكري إنجليزي ماكل الضبع. وين؟ قالوا في المعسكر، جايوا على أباب المعسكر ماكلوا. بدنا من الجيش العربي، انتخبونا أنا وأحمد سلامي وواحد معنا. قالوا صفنا عبد الحليم الساد، قال مين ما بخاف من الضبع؟ كنا احنا من قاتل الضباع، أنا وأحمد سلامي اللي من بصيرة، وواحد ثاني معنا اسمه أحمد ذياب من الرمثة. أخذونا الثلاث ورحنا هنا. أنا شفت الضبع مر سريع بس مرة واحدة، قعدنا حوالي أسبوع، رجعونا قالوا أنتم منقولين عوين؟ حيفا.
هذا بعد غزة مباشرة. بعد غزة، بعد 3 4 أشهر نقلونا على حيفا. طيب بدي أعود لذكرى بسيطة صغيرة لما كنت بغزة، كانوا صرفوا لكم بدل الغربة؟ أول ما قطعنا فلسطين بلغونا 4 ليرات ونص. 4 ليرات ومبلغ منيح. 4 ليرات. 4 ليرات ومعاشنا 4 ونص، 9 ليرات ما شاء الله، مبلغ محرز حلو. طيب بعد غزة طلب منكم تتحركوا على حيفا. نعم، على مصفاة البترول. هذا عام 1946 بعتقد. هذا في 47. 47 سنة بأول 47. نعم، أو تقريبا 47 لأنه 46 راحت. نعم 47 ودونا هناك، صفنا طابور عبد الحليم ساكته ومساعده مين ما بدخن. نعم طلعنا أنا أول واحد وهذول ما بندخن، عمرنا ما دخلنا. قال أنتوا ليكوا كرامية من المصفاة من الريفينري ليرتين وبدك تحرسوا هناك في المصفى. يعني اللي ما بدخن كسبها. ها اللي ما كسبها جاي زيادة ليرتين، فالليرتين مصاري. نعم كان كل 50 حبة برتقان بشلن. يا سلام، 50 حبة برتقان. البرتقان البرتقان اللي بدك، البرتقان اللي انت تنقيها. نعم. كوم مكوم بشلن. ما كان بالوزن بالأكوام. لا لا بالحبة، حبة 50 حبة بشلن. وبعدين رحنا على الريفينر، ظلينا بالريفينري. نعم ناخذ العلاوة ويعطونا مع الجيش الانجليزي، يعطينا راتب، يعطينا 5 باكيتات دخان. بتدخن ولا ما بتدخن؟ هاي اجباري بدك تاخذ، لازم تاخذها، لازم تاخذها. وين بتروح بهن هذول يا حاج؟ انا كنت ابيح. قلت ليش بيع الباكيت؟ 15 قرش البليز محرز. محرز 15 قرش. وبعدين دخان مش مغشوش اصلي. اصلي. طيب خلينا اخذ تسمع الاتصالين. اخوي محمود السعودي مساء الخير. مساء الخير. مساء النور، الله يسلمك ومسيك بالخير. الله يسعد هالمساء يا محترم. الله يسلمك ويبارك فيك، ما شاء الله عنك وعن هالبرنامج وعن ضيف البرنامج. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. يا ريت بس الله يبارك فيك. والله اني بدي اشكرك على هذه الحلقه وعلى هذا بس تقرب يعني لو يعني تحكي من التلفون. من التلفون انا هلا بحكي. اسمعني من التلفون. نعم نعم، لانه الصوت بروح وبيجي شويه. لا لا هي انا بسمعك من التلفون. يعني احنا بنتشكرك على هالبرنامج الطيب. الله يخليك. ما شاء الله عباره عن مدرسه يعني. الله يخليك يا رب. الله يخليك. وضيوف كل ضيفك الكريم هو بالمناسبه عمي، اخو ابوي وابو زوجتي. ما شاء الله ما شاء الله، يعني هو مدرسه ما شاء الله بكل معنى الكلمه يعني. نعم. نتعلم ما شاء الله منه يعني. يعني من يعني طيب استاذ محمود. نعم سيدي. يعني هو عمك وايضا حماك، فالان يعني بيطلع لك تحكي مع الحجي وتوجه. نعم. له تحكي معه وتذكره باي موقف بدك اياه. نعم نعم. عمك معك، تفضل. يلا مساء الخير يا عمو. هلا هلا، كيف حالك؟ الله يسلمك ما شاء الله عنك. طلعت اليوم على الشغل ولا ما طلعت؟ والله طلعنا شوي هيك. لازم تطلع ما تعطل ولا يوم، في رقبتك عيل كبير. الله يبارك فيك يا عمي، انت ما شاء الله عنك وما شاء الله عن كلامك وعن تاريخك وعن حياتك. انا بهمني تشتغل، بهمني الشغل. أنا كثير والله إني بحييك وبحيي بطولاتك وتاريخك وذاكرتك ما شاء الله عنك. الله يحييك. طيب الله يسلمك. شكرا يا أستاذ محمود، شكرا، بارك الله فيك. أيضا حبيبنا عبد الله السواعير من عجلون، مساء الخير. خير أستاذ محمود. عبد الله السواعير يا سيدي. يا ميت هلا أستاذ عبد الله، كيفك؟ الله يحييك، وكمان بنمسي عليك وبنمسي على الشيخ إسماعيل السعودي ومنقول له مساء الخير. الله يمسيك بالخير ونور عليك. ويعني حقيقة احنا منحييك ومنحيي كمان ابنك النائب محمد السعودي، حقيقة نائب الوطن بامتياز. وانا الي سؤال يعني حقيقة، بتعرف سؤالي لك شيخ اسماعيل حول يعني بتعرف انه كان في عنا رموز عسكرية، المرحوم المشير حابس المجالي والمرحوم عبد الله التل قائد معركة القدس. أنا بدي أسأل يعني المشير لما ذكرت قبل شوي كان قائد عبد الله التل ومساعده حابس باشا، ومين كان الأقدم بالرتبة؟ عبد الله باشا التل أقدم من حابس باشا التل بهذاك الوقت؟ والله يطول عمرك
ودائما الله يحمي بلدنا ويحمي سيدنا. عبد الله التل شكرا لكم ويعطيكم العافيه. بارك الله فيك. عبد الله التل كان عقيد وحافث المجالي رائد. نعم هذا مدرسه تدريبه كان. هاي مدرسه تدريب الساعه ما جينا للمعركه المعركه يا استاذ عبد الله. الساعه ما جينا احنا ماشيين. وكان عندنا تركي بعاره بنجمتين ومحمد فلاح نجمتين هذول من ناعور حتى رحنا رمايه نرمي قنابل وواحد انفجرت في ايد العسكري ومات محمد فلاح. انت لما ذكرت حابس المجالي وذكرت عبد الله التل لما كانوا بمدرسه تدريب في الشؤون الجنوبيه. نعم. واستعجلنا بالحديث وقلنا ذهبتوا الى غزه وبغزه هناك نقلوكم بعدين لحيفا. نعم لحيفا. وكان دوركم حمايه مصفات البترول. نعم. وايضا حمايه الجنود الالمان اليسرى. الاسرى. كان عندهم جابوا يسرى بحرب العالميه هاي. نعم. ايطاء طليان. نعم. وين حطوهم؟ بين حيفا وبين عكا عملوا لهم معسكر. نعم. مخيم. كنتم مسؤولين عن حراسه. واحنا كنا مسؤولين عن حراسه معدار المخيم. طيب. وعن اكلهم وعن شربهم. نعم. وكيف نام وكيف يتحمم وكيف احنا كنا مسؤولين. في امر بس بدي اشير له الناس انه كان في مناظرين اردنيين ومناظرين فلسطينيين جنب الى جنب يحاربوا اليهود معكم. في قصه استشهاد الله يرحمه محمد الحنيطي قائد حميه حيفا. كان محمد الحنيطي وضيف الله الروسان عنا بالسرية الخامسه. نعم. وكان قائد وكان قائد السرية عبد الحليم الساكت. فاثنين تهاوشوا صار بينهم مشاكل تهاوشوا. فمحمد الحنيطي وين راح؟ راح مع الثوار كانوا ثوار مش مناضلين. نعم. ثوار من اول وضيف الله الروسان ظل. فمحمد الحنيطي لما راح مع الثوار بعد مدي يعني هيك مدي كان مستعمرة موتسكن ثار لغم كبير فقريب لنا اللغم يعني مسافة كيلو. لما ثار اللغم وهذا قلنا شو في جينا نركض لقينا اليهود حاطين لسيارة جاي من سوريا محمل سلاح ولقينا الحنيطي مقتول هناك. يعني الحنيطي أصلا راح على سوريا حتى يحضر أسلحة. كيف راح ما بعرف. للثوار. للثوار. آه. لكن كان هناك يبدو. ناس خبر عنه. يعني فجروا بالسيارة. فجروا سيارته. رحمة الله عليه. طيب. مشعل المجالي يسعد مشعل المجالي. مساء الخير أستاذ مشعل. الو مساء الخير ابو العمي. الله يسعد هالمساء يا استاذ مشعل. مساء الله يرضى عليك ويطول عمرك وتحياتي ل ل ل للمناضل الاستاذ ابو الحج ابو محمود الرجل الفاضل اللي من رجالات الاردن اللي بيعدوا على الاصابع والله يا سيدي ما شاء الله عليه. وانا شاكر جدا لقناه نورمينا وللبرنامج اللي بذكر الاردنيين برجالاتهم اللي يعني كل ما نتمتع فيه الان من تقدم وحضاره. احنا مدينين الى هذول الرجال اللي صدقوا ما عاهدوا الله عليه ان شاء الله. انا بدي يا سيدي احيي ابو اخونا الكبير وابونا يعني الفاضل ابو محمود وبدي اتحدث عن ما يعني معارك باب الواد والاطرون هو جاي كان جاي. في الكتيبه الرابعه لما والمعارك اللي خاضوها يعني جاي. كانت معارك بطوليه واستطاعوا انهم يحتفظوا بالقدس الشرقيه من 48 ل 67 علما انه الصهاينه كان اهم شيء بالنسبه لهم هو احتلال القدس. هاي والله معركه معارك خالده وتذكرنا الان خاصه انه في يوميا في اجتياح صهيوني للاقصى ولحره الاقصى. استاذ مشعل. نعم. يعني لو تسمح لنا بس دقائق راح يعرج على المعارك هذول بس احنا زي ما نقول احنا ولا بنختطف الورود من كل روض يعني بناخذ لنا شويه زهور من الحجي الله يعين. فاحنا جايين على تفضل فيه. والله يا سيدي انه هذول الرجال هذول العمالقه يا سيدي هذول العمالقه. شكرا استاذ مشعل. الله يعطيك والله يمتعه بالصحه والعافيه يا رب يا رب يا رب اخذ شكرا لك. شكرا ناخذ الاستاذ سليمان او سلمان الحواتمي. استاذ سلمان. استاذي مساء الخير. تحياتي لك. كل الاحترام لك. ولهالسنديانة الأردنية الشامخة. ما شاء الله. اللي حقيقة والله إنه حرام يا أستاذ محمود نختزل 80 عام في ساعة. هذا بده لازم يألف له كتاب. يعني شيء. تحياتي لك وإله والجميع من شابه هذا الرجل الكريم. بارك الله. يعني اختصرت الكلام الحلو سنديانة شامخة أبو محمود. سنديانة شامخة. أستاذ الكريم بس دقيقة.
أنا خدمت في 79 مكلف نعم. في الكتيبة الرابعة وقرأنا وخدمت فيها 3 سنوات، يعني الكتيبة الرابعة في بطولات لا تصدق في باب الواد. أرجو أن نسمع الكثير من الضيف الكريم وشكرا لك. طيب بارك الله فيك.